الموضوع بيكون ملخبط شوية من حيث المجالات بتاعت الباك اند ومن حيث الفريم وركس بتاعت الباك اند، وكل واحد يقول ان دي مطلوبة اكتر ودي مطلوبة اكتر. فحابب انت منح عارف اسم التايتل بتاع السيشن دي؟ النود جي اس لا ولا ده اول كان، كلمتين منها. طب انت ما انا هما هو كان حد كان بعت وكده وقال ان السيشن دي هتكون على النود جي اس وكده. طيب، هي التايتل بتاع السيشن دي نود جي اس اتش تي تي بي سيرفرز، حلو جدا. دي زي ممكن تقول كده زي مقدمة كده، او ازاي تتعامل مع انواع السيرفرز الموجوده، زي مثلا اشهر اتنين اكسبريس جي اس وحاجه تانية اسمها فاستيفاي جي اس. تمام. في بقى يعني دول اتش تي بي سيرفرز، في عندنا حاجه تانية نود جي اس فريم ورك، ده حاجه متكامله مش بس ان هو بيمانج الاتش تي تي بي. السيشن اللي فاتت احنا اتكلمنا عن جزئيه يعني اتش تي بي، وهنختصرها برضو ونعيدها النهارده ان شاء الله في كلمتين عشان ما نعيدش الكلام تاني. وبعد كده هنبدأ ننتقل على الاكسبريس جي اس ونبص بص عليه ونشوف الفاستيفاي، وبعد كده انا هوريكم انا بشتغل بيه اصلا. طيب لو حد، لو عند حضرتك مثلا الرود ماب اللي احنا المفروض نمشي عليها لو احنا حابين ان احنا نخش في مجال الباك اند من ناحية النود جي اس، يعني انا شوف عارف ان احنا السيشن اللي بنذاكر. فاتت، خش انت موجود معانا على الجروب بتاع لينكد ان؟ لا للأسف، لو ممكن حد يبعته اكتر انت الاول موجود في ديسكورد ولا لا؟ ديسكورد. لا برضو انا شفت اللينك مبعوت يعني، فانا حابب ان انا أتابع مع حضرتك يعني حتى لو فيما بعد، أو أتابع أونلاين أو أشوف الحاجات اللي فاتتني وأتابع بعد كده حتى. طيب خش على ديسكورد، الديسكورد هتلاقي عليه كل حاجة، أي أبديت بننزله سواء سيشنز أو أي معلومات أو أي تشالنجز أو أي حاجة بننزلها على الديسكورد. حلو جدا، الحاجة ألاقي التانية، عليه الحاجات القديمة. خلي كل حاجة، الحاجة التانية عشان تبقى الدنيا منظمة معاك أكتر، لأن هو الديسكورد ده عبارة عن شات، هتلاقي الدنيا ما انا إلى حد فاهم. ما ميسي شوية عشان في كلام كتير ما بين الحاجات المهمة وبعضها. هتلاقي بقى، خش على الجروب بتاع لينكد ان، خليني ابعت لك اللينك بتاعه برضه، ابعت لكم هنا في الشات. تلاقي عندك سيشنز كتير، انزل لو انت عايز حته تبدا بايه اصلا، يعني اللي هو من الاول خالص، شوف السيشن الاولى بتاعت النود عملتها الاسبوع اللي فات اعتقد، فانت ممكن تنزل مثلا بتاع 7 8 9 بوستات كده هتلاقيها قدامك يعني. تمام تمام ماشي. بس فديت هتقول لك من الاول المفروض، يعني كانت سيشن اصلا كانت انترودكشن للنود جي اس، لكن انا فضلت ان انا خليت تبقى انترودكشن لل باك اند بروجرامنج عموما. ايه اللي انت المفروض تبقى عارفه في فاهم الاول حضرتك. قبل ما تبدا للنود جي اس؟ طيب شكرا لحضرتك وشكرا العفو، لمجهودك حقيقي يعني. العفو عليك. طب خلونا نبدا السيشن، وبعد كده ان شاء الله لو في اي حد عنده سؤال يا ريت يسجل الاسئله سواء في فايل او في ورقه، وبعد ما نخلص يعني جزء كده ان شاء الله لو حد عنده اي اسئله ممكن نبدا نتناقش فيها اثناء السيشن ان شاء الله. طيب اول حاجه تعالوا نتكلم على النود جي اس. النود جي اس هي باك اند لانجويج، بروجرامنج لانجويج مبنيه على الفي 8 انجن جافا سكريبت، وهي تقريبا اعتقد بقى لها بتاع حوالي 10 15 سنه، اعتقد حوالي 15 سنه تقريبا في الافريج ده، تقريبا من 2008. وان كان في الاول طبعا هي ما كانتش الدومينيتنج لانجوج، لان كان ساعتها في حيتان تانيين زي البي اتش بي وروبي وبايثون، لكن هي مثلا ممكن من اول 2013 كده بدات تنتشر بشكل رهيب، لان هي ما بقتش بس باك اند لانجوج، لا هي كمان بتخش في الفرونت اند. يعني ما اعرفش اذا كنت تعرفها ولا لا، كل الفريم وركس اللي احنا شغالين بيها هي كلها اصلا نود جي اس ابلكيشنز بالكامل، سواء رياكت او فيو او انجلر او ايا كان الفريم ورك، هو اصلا في الاول وفي الاخر نود جي اس ابلكيشن. النود جي اس داخله في حاجات كتير زي ما احنا قلنا، في الفرونت اند ديفلوبمنت، في الباك اند ديفلوبمنت، في الموبايل ابلكيشنز زي مثلا رياكت نيتف، زي الثانية اللي كانت بتاعت انجلر اسمها ايه؟ فون جاب اعتقد، في فون جاب.
حاجات تانية لكن دي الأشهر الاتنين، يعني أشهر حاجة في الموبايل أبلكيشن هي رياكت نيتف، وبرضه شغالة في داخلة في الديسكتوب أبلكيشنز، يعني بتعمل الأبلكيشن للويندوز أو لينكس أو الماك زي الإلكترون جي إس، وإن كان في كذا حاجة لكن دي الحاجات الأشهر في النود جي إس. الاستخدام الآخر ليها برضه إن هي من أشهر لغات البرمجة، يمكن إن لم تكن أشهر لغة برمجة للريل تايم كونكشن، زي مثلا لو انا عايز اعمل شات ابلكيشن سيستم ابعت الرسائل ريل تايم، تيكت سبورت مثلا، سوشيال نتورك سواء اب او ويب سايت، فالنود جي اس باورفول جدا لان هي سيمبل جدا، اسهل لغه تقريبا موجوده حاليا ممكن تمانج الموضوع دوت بمجهود بسيط جدا. الجزء الثاني برضو الخاص بنود جي اس ان هي بقى فيها كميه باكجز او كوميونتي جبار، فتقريبا ما فيش حاجه انت ممكن تتخيل انك ممكن تحتاجها الا وهتلاقي لها حاجه موجوده سواء كانت بيلت ان او باكج او اكتر بتسبورت الجزئيه دي. طيب ف زي ما احنا قلنا النود جي اس هي بتستخدم في حاجات كتير جدا. الفوكس بتاعي هنا في السيشن دي ان شاء الله لو احنا هنستخدمها از باك اند اي بي اي تحديدا عشان يبقى الكلام موضح للجزئيه دي، لكن هل انا اقدر استخدم الاي بي اي او هذا رسم نود جي اس لحاجه تانية غير الاي بي اي؟ يعني مثلا زي النكست جي اس هو مش شغال اي بي اي، هو شغال اصلا اتش ام ال ريندر، فاه اقدر استخدمها كده وحاجات تانية كتير، ممكن استخدم مثلا تمت انجن زي باج، لكن زي ما احنا قلنا الفوكس بتاعنا على الاتش تي تي بي سيرفرز والاي بي اي بشكل مخصص اكتر. قبل ما تبدا انت المفروض يكون عندك مجموعه من التولز زي الفي اس كود زي البوست مان، وبرضه هبقى اوريلكم ان شاء الله فكرته سواء كان في السيشن دي او ممكن السيشن الجايه على حسب الوقت. وتعالوا نتكلم على الجزء الخاص بالاي بي اي. اذا النود جي اس اللي اكتر من استخدام، احنا دلوقتي هنتكلم عن استخدامه في الويب، استخدام النود جي اس في الويب، استخدام النود جي اس في الويب ده اللي هو يعني ممكن نقول كده السكشن بتاعه في الكتاب اللي هو الاتش تي تي بي سيرفر. السيشن اللي فاتت احنا اتكلمنا فكره الاتش تي بي سيرفر باختصار شديد جدا، هي اللايف سايكل بتاعت الريكوست، اليوزر بيدخل تعالى نتكلم على البراوزر بشكل مبسط، بيدخل على الويب سايت بتاعك بيبقى في مجموعه من البيانات سواء في اليو ار ال او ايا كان، الكلاينت اللي هو البراوزر عندي كلاينت سايد اللي هو البراوزر بياخد البيانات دي يبعتها للسيرفر بتاعنا، السيرفر بتاعنا عارف ان البيانات دي المفروض تروح للابلكيشن اللي هو النود جي اس بتاعنا، بيبدا يبعتها والابلكيشن بيبدا يستلم البيانات دي ويبدا يعملها بروسيسنج يعالجها او يبص عليها ويشوف الدنيا فيها ماشيه ازاي. وبعد كده بيبدا ان هو خلينا من شير برضه عشان تبقى الصوره واضحه في اليوتيوب. بعد كده بيبدا ان هو يعمل ممكن نقول ايه معالجه ويرجع ريسبونس، يرجع اوتبوت رد على الكلام ده. فدي فكره اللايف سايكل باختصار شديد، انت بتستقبل مجموعه من الداتا وبترجع مجموعه من الداتا على حسب طبيعه الداتا اللي بتتبعت لك، الريكوست اللي بتبيع بمعنى اصح، لان الريكوست ده شايل اكتر من حاجه مش بس مجموعه من البيانات، لكن هو بيبقى شايل حاجات كتير. في الاخر انت بترد على الكلام ده بحاجه او اكتر على حسب ايه اللي مبعوت لك. ده باختصار فكره الاتش تي تي بي سيرفر. باي ديفولت نود جي اس عنده اتش تي تي بي سيرفر بيمانج الموضوع ده، لكنه معقد حبتين ثلاثه، ودي من الحاجات اللي انا صراحه مستغربه في النود جي اس، لان النود جي اس طبيعته سلس شويه، لكن دي من الحاجات الغلسه شويه في الاتش تي تي بي سيرفر. فعشان كده في سيرفر او اتش تي تي بي سيرفر فريم ورك طلع زي الاكسبريس جي اس. اكسبريس جي اس تقريبا اشهر سيرفر هاندلر موجود حاليا، يمكن في حاجات تانية زي مثلا فاستيفاي، وده اللي انا بشتغل بيه، انا استخدمت الاثنين حاليا بشتغل بالاثنين، بس انا المين بيج بروجكت بتاعتي بشتغلها بالفاستيفاي جي اس. هنتكلم على الاثنين في عجاله ان شاء الله. انا هبدا بالاكسبريس جي اس، بعد كده هوريكم فكره فاستيفاي وبرده ماشيه ازاي. وده السبب لان كان في برده حد سالني من شويه سؤال هو المفروض انك تشتغل بايه او بايه. هنا الفكره انك تبقى فاهم الكونسبت، هتلاقي الحاجات التولز هتبقى شبه بعض سواء كان باكجز او حتى الويب برمجه، تلاقي مور اور ليس الدنيا شبه بعض، بس تعرف الطريقه هنا بتستخدم ازاي، لكن لو انت فاهم الكونسبت هتعرف تتعامل معاها. يعني ايه مثلا؟ يعني انا عايز اشتغل او في فريم ورك جديد طلع للاتش تي بي سيرفر،
فانا من الحاجات اللي انا محتاج اعرفها من غير ما يعني لازم ادور عليها، هو ازاي بيمانج الراوتس، الراوتس اللي هي الريكوستات اللي بتيجي عندي، ازاي بيمانج الريسبونس، ازاي بيمانج الريكوست للبيانات اللي بتتبعت في الراوت ده، وازاي كمان بيمانج الميدل وير. الحاجات دي كلها انا محتاج اعرفها من الفريم ورك ده، هو بيقدمه لي ازاي. لازم تبقى عارف من الاول الاساسيات بتاعت الاتش تي بي سيرفر، لان هو في الاول وفي الاخر كل الاتش تي بي سيرفر او الاي بي اي بتاعك او الويب سايت ابلكيشن بتاعك مبني على الكلام ده. طيب تعالوا نسطب اكسبريس جي اس. اكسبريس جي اس السكرين اعتقد باينه للكل دلوقتي. انا هنا عامل بروجكت بسيط جدا، طلع ممكن برضه اخد يعني ادخلكم كده في لفه فيه بعجله شديده. اول حاجه لما تبقى شغال سواء نود دي اس او اي حاجه جديده، لو سمحت فضلا هو امرا صراحه مش هقول لك ليس امرا، اشتغل تايب سكريبت. ما ينفعش ما تشتغلش تايب سكريبت من اول 2023. فانت اول حاجه لما تيجي تعمل بروجكت جديد لازم تسطب تايب سكريبت، هتسطبها وتبدا تشتغل على اساسها. تايب سكريبت لو محدش عنده خلفيه هي ترانسبايل او لغه مبنيه فوق الجافا سكريبت عشان تخلي الكود بتاعك يبقى ستاتيك تايب، يبقى سهل انك تعرف تتريس الايرور، انك تعمل ممكن نقول ايه انوتيشنز ليه، تقدر تتعامل مع الداتا تايبس بمنتهى السهوله عكس الجافا سكريبت. التايب سكريبت لما تيجي تسطبها بيبقى في عندك ملف تايب سكريبت كونفج، تي اس كونفج لازم تعمله عشان انستول او تستعمل الكونفجريشنز بتاعتك. بعد كده انت بتبقى محتاج حاجه كمان زي ايه مثلا، زي النود مون. انا لسه ما اتكلمتش على الاكسبريس جي اس، انا بس بتكلم على السيت اب بتاعك الاول بعد كده هتكلم على النود مون. النود مون فكرته ايه؟ تعالى نعمل فايل كده هنا، او خلينا نعمل فايل من هنا سميه تيست دوت جي اس. جي اس هقول له كونسول دوت لوج ويلكم هوم، هنشغل الفايل ده هنا. عشان نشغل الفايل ده بقول له نود تيست دوت جي اس. ايه الفكره؟ هيعمل لي اكسكيوت ويطلع منه. انا لما باجي اشتغل على مشاريع زي كده انا مش محتاج ان انا كل ما اكتب حاجه يقفل البروجكت، او لما عاوز اعدل حاجه مش لازم كل شويه اشغل عليه. نود مون فكرته ان هو بيعمل ووتش على الفايلات، ما بيقفلش السيرفر بيفضل شغال، لو حصل تعديل بيعمل ريستارت للفايل، بيشغله من اول وجديد ويبدا يمشي على السايكل بتاعته. دي فكره النود مون. دي باكج برضو عادي خالص بتسطبها، تعرف السطر بتاع نود مون، الفايل اللي انا عايز اعمل عليه ليسن، واي فايل بقى بيتعدل ببدا اشتغل عليه. تي اس نود ده عشان يشغل تايب سكريبت مع نود جي اس، فهو بيبقى فيه في حاجات تانية غير تي اس نود، بس انا حاليا بشتغل بالتي اس نود. في تي اس سي اعتقد، في تي اس اكس، دي باكجز كلها، كل انا بتكلم عن دي باكجز سنجل سيت اب، مش هتطرق ليها دلوقتي، ممكن نخش التفاصيلها في سيشن تانية لو حبينا. لكن انا بديلك نبذة سريعة، انت المفروض لما تيجي تبدا السيت اب بتاعك تبقى عارف الحاجات دي. دول مش هتكلم عليهم برضه، ولا هتكلم على الباقي ده كله، مش محتاج ان اتكلم عليهم. فانا المهم المين فوكس عندي انك تبقى عارف النود مون هو بيعمل ووتش على الفايلات، لو اي فايل يتحدث ايا كان الكود اللي فيه بيبدا يعمل ريستارت للسيرفر. التي اس نود لان النود ما بيعرفش حاجه اسمها تايب سكريبت، ما بيعرفش غير جافا سكريبت، فالتي اس نود بتحول ملفات التايب سكريبت للجافا سكريبت، فبالتالي النود بيبدا يفهم الكلام ده. تعال نسطب اكسبريس جي اس. Getting started. Installing. هو بيقول لك اعمل الفولدر ده CD تدخل عليه، بعد كده NPM عشان تكريت ملف الفايل بتاعك. انا مش محتاج اعمل كل ده، انا بس محتاج ان انا اسطب اكسبريس جي اس. انا بستخدم يارن مش NPM، يارن نسبيا اسرع، فاقول له يارن اد اكسبريس اسم الباكج بتاعتي. بس كده كده احنا عملنا السيت اب بتاعنا. دلوقتي بقول لك ايه الهلو وورلد بتاعك، يعني نبدا نعمل الابلكيشن بتاعنا. انا بس عايز اتذكر اذا كان محتاج يسطب اي تايبس ولا لا. نجرب اي تايبس. ايه فكره التايبس ديت؟ خليني برضو اشرحها لكم في عجاله. فكرتها ان انا دلوقتي عندي يعني اندكس اهو، تعالى نعمل فايل تاني جوه فولدر السورس هسميه وليكن مثلا sum.ts، اقول اكسبورت function sum number 1 التايب بتاعه num number صح، number 2 التايب بتاعه number، number دي غلط،
امبر سوري قال له ريتيرن نمبر واحد بلس نمبر 2. لو جيت هنا عملت كونست ريزلت بيساوي سم الفانكشن اللي عندي 1 و2. الفكره كلها ان انا لو جيت مسحت ديت مجرد ما اكتب سم باجي افتح الفانكشن بتاعتي بص هو طلع لي التايب بتاع اقفل الاكسبت ده طلع لي التايب بتاع نمبر واحد ده الارجيومنت الاولاني او البارامتر الاولاني والتايب بتاعه نمبر نمبر 2 والتايب بتاعه نمبر وبتريتيرن نمبر. الباكجز لو ما بتعرفش الديفينيشن بتاعتها في الكود بتاعها فغالبا التايب سكريبت بتحاول تعمل لها ديفينيشن او هما بيرفعوا لها ابديت في الباكج او الامتداد اللي هو اسمه اد تايبس. اد تايبس ده دي موجوده باي ديفولت في اغلب الباكجز الفي اس كود بيحاول يكريتها بشكل تلقائي او التايب سكريبت اسف مش الفي اس كود يكريت باكج بتتصطف في الديف ديبندنسي احنا مصطفها هنا عشان بس اعرف التايبس بتاعتي اقدر الفي اس كود يقدر يفهم ان الاكسبريس جي اس يعني هيجي يقول لنا كونست اب بيساوي اكسبريس عايز اعمل هنا امبورت اكسبريس فروم اكسبريس. انا الفكره عندي باختصار شديد ايه ان انا دلوقتي هنا لو واخدين بالكم مكتوب جينا وقفنا هنا وعند الاب مثلا عندي التايب بتاعه اكسبريس. دي فائده التايبس ان انا بعرف التايبس ده لو الباكج نفسها مش بتعرف دي يعني لو الباكج فيها التايبنجز بتاعها او الديفينيشن بتاعها زي ما عملنا مثلا ملف الفايل سم انا ممكن الفايل سم ده ممكن اعمله كده طبعا هيزعلني هنا عشان ده تايب سكريبت فعشان كده كده هيزعلني لكن لو هو ملف جافا سكريبت مش هيزعلك مش هقول لك لا. فدي فكره التايبنجز الملف اللي انا سطبته ده اللي هو الثاني ده السطر بعد يارن اد او ام بي ام انستول اكسبريس يارن اد داش دي عشان تطلبه في الديف ديبندنسيز اد تايبس دي باي ديفولت اي باكج عايز تسطب التايبس بتاعتها لو موجوده هتتسطب سلاش اسم الباكج بتاعتك اللي انت عايز تحط لها التايبنجز بتاعتك سلاش اكسبريس يعني مثلا عايز التايبس بتاعت اي اس لينت يبقى اد تايبس سلاش اي اس لينت عايز التايبس او التايبنج بتاع نود مون يبقى اد تايبس سلاش نود مون. طيب لو جينا عند الفايل تاني هنا بقول لك تعمل امبورت ليه هو طبعا شغال بالريكواير احنا تايب سكريبت باي ديفولت بتشتغل بالاي اس ام. الفيديو اللي فات احنا او السيشن اللي فات شرحنا الفرق ما بين الاي اس ام والكومن جي اس فمش هتطرق ليها دلوقتي عاملها سكيب. اتفضل في حدك مرفع السيشن دي ريكورد هتلاقيها موجود على اليوتيوب. فالتايب سكريبت بتسبورت الاي اس ام سينتاكس اي اس ام سينتاكس. طيب لو انا عايز السي جي اس او الكومون جي اس هقول له كونست اكسبريس مين مثلا بتساوي ريكواير اكسبريس جي اس. طبعا السينتاكس دي هتزعلنا لان هي مش هتسبورت في الفايل ده اللي احنا شغالين تايب سكريبت فبالتالي هيزعلنا. فهو انا طبعا بيتعمل انت شغال جافا سكريبت اصلا مش تايب سكريبت. المهم هو بقول لك بتكول الاكسبريس بعد كده بتعمل الاب وهنا في الاخر تقول له اب دوت ليسن تبعت له البورت. ايه فكره البورت دي هنتعرف عليها دلوقتي. بورت بيساوي اشهر بورت في النود تقريبا ب 3000 تقول له اب دوت ليسن على البورت بتاعك ده وهنا اقول له لوج سيرفر سيرفر ستارتد يا جدع سيرفر ستارتد ات هقول له مثلا وليكن اتش تي بي HTTP لوكال هوست 3000. تعالوا نجرب الكلام ده ونقول يارن ستارت. يارن ستارت دي لو فاكرين ده اللي هو الفايل اللي بيشغل نود مون اللي هو انا مش عايز اشتغل بيه مثلا عايز الكلام ده استخدمه بعيدا عن النود مون او اي حاجه. هتكلم بس على عامل فايل تاني تعالى التست ده تعالى نعمل فيه اللي انا شرحته دلوقتي كله تاني تيست دوت جي اس كونست اكسبريس اكسبريس بيساوي ريكواير اكسبريس برضه نفس القصه كونست اب بيساوي ريكواير كونست بورت بيساوي البورت بتاعي بعد كده اب دوت ليسن على البورت بتاعي وانا اقول له هو طبعا هيزعل عشان ان انا عامل شافه زعلان ليه صراحه بس تعالى ماشي تعال ممكن ده ندير بس اجنور
هنا هقول له اوقف السيرفر ده، هقول له نود تيست دوت دي اس سيرفر راننج اون بورد 3000، هو كده شغال نفس الكود اللي انا عامله ده، لكن ده طبعا احسن بكتير. انا بس وريتكم لو انت شغال جافا سكريبت، which is المفروض ما تعملهاش، انا بس بشرح لكم الفكره. لو انا هشتغل جافا سكريبت او لو همشي مع الدوكيومنتيشن ده، ايه فكره البورت بقى؟ تعالى نفتح الفايل ده. البورت فكرته ان انا دلوقتي عندي كل ابلكيشن بشتغل عليه بيبقى ليه بورت عندي او منفذ في الفاير وول بتاعي، عشان اسمح الناس تقدر تاكسس الابلكيشن ده على الجهاز الكمبيوتر بتاعي. دي فكره البورت باختصار. فده رقم البورت اللي انا عايز اشتغل عليه، او اللي انا هسمح بان اي حد ياكسس الابلكيشن بتاعي اللي هو النود على البورت ده. فانت لو دخلت على الماشين اللي هو الجهاز بتاعك ودخلت على البورت رقم 3000، ساعتها هنا الجهاز هيبدا عارف ان 3000 ده احنا قلنا نعمل ليسن عليه، هنشغل الابلكيشن على البورت 3000، فساعتها السيرفر بتاعك هيوجه الريكوست اللي جاله على البورت ده للابلكيشن بتاعك. فده اللي انا كنت بقول عليه، لما اليوزر بيدخل على السايت نيم دوت كوم، ده باي ديفولت يا جماعه عشان برضه تبقوا عارفين، الديفولت بورت بتاعه 80 لو ريكوست كده HTTP سايت نيم دوت كوم، ده هو ده هو ده، بس انت مش محتاج تكتب كده. لو HTTPS بيبقى البورت بتاعك 443 سايت نيم دوت كوم. البورتس باي ديفولت للدومينات اللي بتشتغل عليها عموما 3443 لو انت شغال HTTPS عشان السكيور كونكشن، و80 لو انت شغال بال HTTP بروتوكول العادي. هات اللحظة دي حد في حاجة مش مجمعة، لو في حد حاجة مش واضحة بالنسبة له ارفع ايده. لو الدنيا تمام ندخل على النقطة اللي بعدها. ماشي، في صمت موجود، فكده الدنيا تمام ان شاء الله للكل. يارن ستارت مرة ثانية، شغل السيرفر بتاعنا. نسبيا الموضوع بيبقى ابطأ شوية هنا، لان اللي بيحصل لان هو تي اس نود بيحصل له كومبايلنج او بيعمل كومبايل للكود، فبيبقى ابطا شويه من الفايل لما كنا شغالين نود بتاع ملف الجي اس التست، انه بيشتغل على طول مش محتاج يعمل كومبايل. هنا الفكره عندي، لو جيت دخلت هنا على المسار ده انا حاسس ان في حاجه تبقى غلط. HTTP ناقصه دي. هنا انا عدلت الفايل، بص ايه اللي حصل، عمل ريلود. الكلام ده ما بيحصلش في الملفات من غير نود مون او مثلا اعتقد سوبرفايزر او بي ام 2، دول اشهر الحاجات، اعتقد اسمه سوبرفايزر غالبا، دول اشهر باكجز اللي ممكن تستخدمها. خليني اتاكد كده، نود مون فيرسز بي ام 2، في واحد كمان فوريفر، مش عارف هل في حد كمان ولا لا. لا هم دول فوريفر، دول اشهر ثلاث انواع من الليسنر او الواتشرز للابلكيشن بتاعك، ان هو يشوف لو في اي ابديت يعمل ريبيلد مره ثانيه او ريلود او ريفرش لو انت شغال بالنود جي اس. طب احنا شغلنا السيرفر عندنا على بورت 3000، هنا طلع لي اسال ايه كانت جيت سلاش، ليه؟ لان انا ما بلتش اعرف الراوت. ايه الراوت عندي؟ اللي هو المسار اللي بيبدا من بعد البورت. لو انا شغال على الموقع سايت نيم دوت كوم، باي ديفولت احنا قلنا ان البورت 80 بيبقى مخفي، فاكن البورت موجود خلاص. انا اقول فاللي بيبقى بعد البورت دوت اسمه الراوت او الريكوست باث او ده. فانا دلوقتي محتاج اقول له، وباي ديفولت الراوت بتاعي او المسار، الراوت معناها مسار، المسار بتاعي هو سلاش، يعني دي بالظبط هي دي، هي دي. وصلت؟ انا ما عنديش اي راوتس عرفتها في الابلكيشن ده، الابلكيشن اشتغل بس هو مش عارف المفروض يروح فين. يعني لو كتبت فوق سلاش تيست هيروح فين؟ ما يعرفش، فلازم ابدا اعرف له الكلام ده. فاقول هنا عشان اعرف له، احنا قلنا في عندنا مجموعه من انواع الريكوستات، ريكوست ميثود. ايه الانواع اللي عندنا؟ اشهر الانواع عندنا هي الجيت، البوست، سوري البوست، البوت، الديليت، وكمان الباتش. الباتش دول كل الانواع، الاثنين مش هتكلم عليهم دلوقتي عشان دولت ليهم سكه مختلفه، انا هتكلم على دول بشكل سريع جدا. الجيت معناه ان الكلاينت اللي هو البراوزر عايز يجيب بيانات من السيرفر اللي هو الابلكيشن بتاعي، فبالتالي ببعت ريكوست جيت. فانا لو في الاساس عايز ارجع بيانات، او انا كبراوزر
او كموبايل ابلكيشن، عايز بيانات من الابلكيشن بستخدم ريكويست ميثود جيت. طيب لو انا هكريت حاجه جديده زي مثلا هسجل هعمل كريت يوزر جديد، فده اصلا مش موجود عندي في الداتابيس بتاعتي او في الابلكيشن بتاعي بشكل عام، فساعتها اخلي الريكويست ميثود بتاعي يبقى بوست. بوست يعني ايه؟ يعني اضافه او كرييشن، هو زي ما احنا بنتكلم في السوشيال ميديا هو بوست، هو ده كونتنت بضيفه، فبستخدم ريكويست ميثود بوست. وده ما ينفعش يبقى عن طريق اليو ار ال، لازم يكون عن طريق فورم او عن طريق اجاكس ريكويست. لازم احدد ان الريكويست ميثود طريقه الريكويست اللي هيبدا يهندلها السيرفر عندي او الابلكيشن هي جيت او بوست. بوت نفس الكونسبت بتاع بوست، احنا قلنا البوست هو اصلا انا في عندي ريكورد زي مثلا يوزر او كاستمر جديد بيسجل، هو اصلا مش موجود عندي، فبقى ايه الستاندرد بتاع ان انا استخدم البوست ريكويست. طيب الريكويست اليوزر عايز يعدل بياناته، انا اصلا بياناته موجوده عندي في الداتابيز، فهنا هيعدل، فانا هقول له بوت اعمل حط البيانات ديت، انا عارف هو هيحطها فين، هيحطها عند اليوزر اللي رقمه واحد، يعني مثلا يبقى الريكويست بتاعي سلاش، يعني مثلا بوت سلاش يوزرز سلاش واحد، فانا عارف ان انا هعدل بيانات اليوزر ده لان هو اليوزر ده اللي عامل اللوجن، فهعدل بياناته، فاقول له خد البيانات دي كلها اعمل لها ريبليس من الداتا بيز، اللي هو بقى بيانات البروفايل الاسم ورقم التليفون والايميل وباسورد ايا كان. الباتش نفس كونسبت البوت، لكن الفرق ان هو بيعدل بيانات اقل، زي مثلا عايز اغير الاسم بس او اغير الصوره، مثلا في فيسبوك او بلاش تغيير الصوره عشان مثال واقعي شويه، لو جيت اغير الايميل بس او جيت مثلا اعمل اكتيفيت او دي اكتيفيت للنوتيفيكيشن عندي، لو دخلت على لينكد ان او فيسبوك هتلاقي في عندك سويتش انبوت كده بيقول لك عايز تعمل اكتيفيت للنوتيفيكيشن ولا لا لمجموعه من النوتيفيكيشن، فمجرد ما بتختار واحده الريكوست ميثود الستاندرد ليها هيبقى باتش ريكوست، انا عايز اعدل دي بس، عايز اغير الايميل بس، اغير اليوزر نيم بس، اغير الايميل الاسم فقط وهكذا. دي فكره البوت. الديليت انا عايز امسح البيان الريكورد ده ايا كان بقى، يعني مثلا لو انا عندي ادمن مش عاجبني اليوزر ده عامل شغب وقلق وعمال يغلط في الناس، فهمسح اليوزر ده، فساعتها ريكوست ميثود ديليت. هل الحاجات دي ليها معنى عندي كباك اند؟ اه ليها معنى، ان انا اعرف انا اللي بحدد الريكوست ايه المفروض يجي لي عشان اتعامل معاه. هل بالضروره ان انا لازم استخدم كل الانواع دي؟ لا، انا ممكن حرفيا ابني الابلكيشن كله بالاثنين دول، واحد عشان اجيب منه البيانات وواحد عشان احط فيه البيانات، احط بيانات للصرف، لكن الستاندرد انا استخدم كل واحده باستخدامها السليم. هل في حد يا شباب الكلام ده بالنسبه له مش واضح؟ لو حد حاجه وقع عنده ارفع ايده. الدنيا كده تمام عند الكل؟ ماشي، ده كلام جميل. دي ريكوست ميثود. طيب انا عشان اعرف ريكوست ميثود، احنا قلنا ده ريكوست ميثود وقلنا اللي بيبقى بعد الهوست نيم، بالمناسبه السايت نيم ده اللي هو مقصود بيه الهوست نيم، يبقى بعد الهوست نيم بيبقى في عندي البورت اللي هو بيبقى بكتب كولون بعد كده رقم البورت هو 3000 مثلا، بعد البورت بيبقى في عندي الراوت سلاش اللي هو بيبقى اسمه راوت او سوري الباس جدع الباس سلاش يوزرز مثلا، ده الراوت عندي بتاعي باس اور راوت، ده الاستراكشر بتاعي. بعد كده بيبقى في عندي الكويري سترينج، اخر حاجه في عندي الفراجمنت، يعني انا عندي اليو ار ال بالكامل اللي ممكن احطه في عندي في البراوزر بيبقى كده سايت نيم، يعني نبدا من الاول من البروتوكول اتش تي بي اس سايت نيم دوت كوم كده 3000 سلاش يوزرز، بعد كده الكويري سترينج، هتكلم على الكلام ده مستقبلا، انا بس بوريكم الاستراكشر بالكامل مش عايز ادخلكم في تفاصيل، بس يبقى عندك خلفيه ان ده شكل اليو ار ال وكل واحد ليه معنى. كل سترينج ديت انا ببعت له بيانات اضافيه، بقول ده ممكن يبقى مثلا عايز افلتر بالبيانات بتاعت اليوزر مثلا، او اجيب اليوزرز الاكتف عندي او اليوزرز اللي اتعمل لهم بان، او ان انا مثلا بفلتر عندي اونلاين ستور وعايز اجيب المنتجات اللي في قسم معين او قسم وبراند معين، فالحاجات دي كلها في الغالب بنستخدم فيها كويري سترينج. الفراجمنت ده بيبقى غالبا بنستخدمه عشان ياكسس جزء من الصفحه، فده غالبا ما بنستخدموش في الباك اند تقريبا شبه بشكل نهائي ما بنستخدموش، لكن ده جزء من اليو ار ال ستراكشر لازم تبقى برضه عندنا خلفيه عنه. نرجع تاني لموضوعنا، انا دلوقتي عندي الريكوست بتاعي اللي هو السلاش جيت، ده اصلا مش معرف مش موجود، فعشان اعرفه اجي اقول له اب دوت جيت، بكتب اسم الريكوست ميثود بتاعتي ريكوست ميثود نيم، تبقى كلها ان لور كيس كلها، بعد كده بكتب المسار بتاع الباس
ده انا دلوقتي لما حد يجي عندي هعمل ايه؟ انا دلوقتي هقول بس انا لوج ويلكم تو هوم، مش اكتر، مش هعمل اي حاجه ثانيه غير كده. استنى السيرفر يراستر، طلع لي رساله تعمل ريفريش، هتلاقي ده قاعد بيحمل. هقول لكم ليه بيحمل، بيطلع لي ويلكم تو هوم. ايه الفكره عندي هنا؟ احنا دلوقتي قلنا ان البراوزر بيبعت ريكويست السيرفر، السيرفر بيشوف الريكويست دوت المفروض يروح لانهي ابلكيشن، اللي هو الابلكيشن بتاعنا. بعد كده بيحدد له المسار. الريكويست اللي بيروح للابلكيشن بتاعنا بيروح محمل بالبيانات. يعني مثلا عايز اجيب، مثلا اقول له نيم يوسف حسن، مثلا انا عايز اجيب حاجه زي كده. اجيبها ازاي؟ اجيبها عن طريق الريكويست. الريكويست ده بيبقى اوبجكت شايل كل بيانات الريكويست، ودي احنا اتكلمنا برضو عنها المره اللي فاتت، فممكن ترجعوا للسيشن، بس ممكن يعني لو تطرقنا ليها واحده واحده هتفهموا الموضوع. دلوقتي انا عايز اجيب الكويري سترينج، اقول انا كونست كويري بارامز يساوي ريكويست دوت كويري. ده الاوبجكت اللي بيبقى موجود في اكسبريس اللي بيبقى شايل البيانات كلها. لو جينا عملنا لوج ليها، هنا اداني ايه؟ نيم الاوبجكت بتاعي اللي هو اللي انا معرفه فوق. فبالتالي الريكوست اوبجكت ده بيبقى متخزن فيه كل البيانات بتاعت الريكوست. لو عايز مثلا الباس، فممكن اقول له هنا كونست باس بيساوي ريكوست باس، هقول له لوج للباس بتاعك. طبعا في الكيس دي هديني ايه؟ سلاش، انا ده الهوم، انا في الهوم ريكوست باس بتاعك. فالريكوست بيبقى شايل كل البيانات عندي، سواء كانت في اليو ار ال، سواء كانت في البادي لو انا بوست او بوت او باتش او ديليت ريكوست، سواء كان المسار بتاعي، الهوست نيم، البورت، كل حاجه حرفيا بتبقى موجوده في الريكوست. دي البيانات اللي جايه لي، اللي جايه لي انا كابلكيشن. طيب الاستاذ ده قاعد مستني ايه؟ احنا قلنا اللايف سايكل عندنا ريكوست او اليوزر بيكول او ريكوست دومين البراوزر. البراوزر بياخد ال takes the information from the client ويبعتها فين؟ السيرفر. السيرفر then send it to application. انا بعيد الحته دي اكتر من مره عشان لازم تكون فاهم الكلام ده. البراوزر بياخد اليو ار ال او البيانات من اليوزر بيبعتها للسيرفر. لغايه ما بيبعتها للسيرفر، السيرفر بيشوف المفروض البيانات دي تروح لانهي ابلكيشن ويبعتها للابلكيشن. الابلكيشن بيبدا يجمع البيانات دي على حسب بقى ده اللي احنا قلنا فيه اللي هو ايه؟ ال HTTP سيرفر. زي ايه مثلا؟ IE Express. ياخد البيانات دي ويبدا يجمعها لك انت، فانا بتبقى موجود عندك في الريكوست اسمه الاوبجكت اسمه ريكوست، يبقى في مجموعه بيانات كتير قوي. يعني لما تحت دوت باس ديت دوت عندك حاجات كتير قوي، طبعا مش عايزين كل ده، بس عندك هيدرز، عندك الهوست نيم، عندك الاي بي، الاي بي اس، الاي بيز، الميثود كتير، البارامز، الباس، الاوريجنال يو ار ال، البروتوكول بتاعك هو اتش تي بي ولا اتش تي بي اس وهكذا. طيب انا دلوقتي ككلاينت جينا هنا بعت لي بيانات. دلوقتي الكلاينت البراوزر از ويتنج، مستني ريسبونس من السيرفر من الابلكيشن بتاعي. فبالتالي الاكسبريس جي اس او النود عموما بيدي لك اوبجكت تاني اسمه ريسبونس. انت عايز ترد على الكلام ده بايه؟ عايز اقول له لا والله، اقول له ممكن امسح الكلام ده كده، اقول له ريسبونس دوت سند ويلكم هوم. انا هنا هبعت البيانات دي، السيرفر اشتغل، اعمل هنا ريفريش، بص هنا رجع لي الاوتبوت بتاعي ويلكم هوم. دي السايكل باختصار. انا عندي بيانات بتجي لي من البراوزر او ايا كان الكلاينت بتاعك. البراوزر اسمه كلاينت، كلاينت سايد، سواء كان براوزر كان بوست مان موبايل ابلكيشن ده اسمه كلاينت سايد. سيرفر سايد اللي هو الباك اند بتاعنا ده اللي احنا بنشتغل عليه. فانت بتاخد البيانات من الكلاينت سايد في ريكوست وبتبعت البيانات للكلاينت سايد من الريسبونس. واضح الفكره يا شباب؟ طيب انا دلوقتي عرفت كده عندي ازاي اخد البيانات من الريكوست وازاي ارجع البيانات للريسبونس بشكل مبسط. طب ممكن ارجع البيانات ايه؟ اشكال الداتا اللي ممكن ارجعها، في عندي فورمات كتير جدا ممكن ارجع فيها البيانات. اول حاجه نرجعها بلين تكست زي كده، او ممكن ان انا ارجعها ك HTML H1 هلو وورلد ايش H1، فهو رجع لي ايه؟ HTML عادي خالص. ممكن ارجعها ايه كمان؟ ممكن ارجعها JSON. عارف هل الجيسون هيبقى لها كده ولا لا؟ تعال نجرب. خلينا نرجع جيسون.
احنا رجعنا طبعا الشيخ ده عشان نطلب اكستنشن، لكن لو جينا عملنا انسبكت كده وبصينا على النتورك، عمل ريفريش، تعال ندخل هنا كده على حاجه اسمها عايز ايه؟ عايز دي او مش ضايفه؟ طيب احنا هنحتاج نضيفها. لو جينا بصينا على البريفيو هنا، دي الداتا بتاعتي راجع لي في شكل، هي راجع لي في شكل سينتاكس جيسون، لكن انا محتاج اقول له ان الداتا بتاعتك دي هتبقى جيسون، فانا محتاج اقول له ايه؟ ست هيدر. الهيدر دي ميتا داتا انا بعرفها، سواء كانت في الريكوست او الريسبونس زي ما موجود عندي هنا. الهيدرز الريكوست هيدرز دي الكلاينت سايد اللي بيبعتها للسيرفر، للاسف دي الريسبونس اللي هي الريكوست، دي البيانات اللي بيبعتها، بعته بقى اللغه وايه الحاجات اللي هو يقدر يستقبلها والانكودنج بتاعه واللانجوج ويقدر يعيش لغات قد ايه، مجموعه من بيانات كتير انا مش محتاجه، واليوزر ايجنت هو داخل من انهي براوزر او ايه البراوزر بتاع ده. الريسبونس هيدر ده اللي السيرفر بيرد بيها على الكلاينت او الابلكيشن اللي بيرد بيها على الكلاينت، انا محتاج اقول له ايه؟ لا ده انت عرفه والله، اقول له ان الكونتنت اللي انا هرجعه لك هو جيسون، بس هتقول له ريسبونس دوت ست هيدر. ست هيدر عايز اعرفه من ضمن الهيدر ديت كونتنت تايب وابلكيشن سلاش جيسون، فانا اقول له لا ده والله انت هرجع لك جيسون. انا بس عايز اشوف هو ليه مش بيرجعها هنا، ما ترجع اهي كونتنت تايب ابلكيشن جيسون. بص انا على البريفيو ده الداتا عندي راجع خلاص، فانا عرفت ان هي جيسون كده وكده. البراوزر بيحاول يتعامل مع الداتا اللي راجع، بس لما تعرفه ان الكونتنت اللي راجع جيسون فخلاص هو كده البراوزر فهم اللي هرجع له جيسون. الجيسون اللي هو الاوبجكت اللي هو السنتكس المفروض اغلبكم عارفها، يعني انت داخل النود جي اس فانت اوريدي اتعاملت مع الجيسون قبل ما تيجي هنا. في عندي انواع تانية غير ال HTML وال plain text وال JSON، في عندي XML، في عندي streaming ان انا ابعت اجزاء من الفايلز، ابعت streaming data ان انا ابعت data بشكل مجزأ، ممكن ابعت فايلات content files PDF او فيديوز او صور. عندي content types كتير جدا وعندي headers كتير، عندي header خاص بالكاش انا اقول للبراوزر لا كاش لي الكونتنت ده عندك لمدة ساعة، يعني البراوزر بدل ما يجي يبعت ريكوست تاني على السيرفر لا هو كايش الريسبونس، اخر ريسبونس رجع له اللي هو في الكيس دي مثلا ده اكايشه عنده، بعد كده خلاص مش محتاج ان هو يبعت ريكوست لغايه لما المده بتاعت الريسبونس دي تخلص، الكاش اسف تخلص. من الخطوه دي يبدا بقى يعرف ان هو محتاج الكاش عنده خلص، امسحه بقى من على الديسك بتاع اليوزر، يبعت ريكوست جديد للسيرفر. خلاص كده الدنيا تمام شباب، هل في حد عنده مشكلة أو استفسار في اللي احنا بنتكلم فيه لغاية دلوقتي؟ تاني هأكد مهم جدا إنك تبقى فاهم أنت بتعمل إيه. أوكي ناخد رشفة من المياه. ونكمل. احنا شفنا شكل من البيانات عن طريق الجيت، طب لو مثلا حاجة زي اليوزر عايز يسجل أكاونت، كرييت أكاونت. قدر اجربها ازاي؟ احنا قلنا ان البوست يعني دي احنا قلنا سن بوست ريكوست، الريكوست دايما اللي في يو ار ال التايب بتاعه دايما دايما جيت ريكوست. عايز ابعت بوست ريكوست فممكن نستخدم ايه؟ بوست مان. بوست مان ده بيأكت از بدل من عندك ويب سايت ويبقى فيه فورم مش عارف ايه، هو بيسهل عليك الموضوع جدا. بوست مان ده الشكل بتاعه ده ممكن استخدمه عن طريق الويب، ممكن استخدمه عن طريق الديسك توب، اسطبه عندي على كبرنامج، ومؤخرا من فتره قريبه جدا عملوا اكستنشن ليه على الفي اس كود اسمه بوست مان. انا صراحه لسه ما جربتش اجربه معاكم اول مره دلوقتي، يعني حتى لو بصينا على الريليز بتاعه هتلاقيه قريب جدا، مش شهر 9 اخر ابديت وهو عامله من 11/5، يعني هو اصلا الابلكيشن او الاكستنشن ده من 4 شهور لسه عاملين ابديت ليه النهارده. فكره البوست مان هنا ان هو بيسهل عليك انك تست الداتا بتاعتك من غير ما تعاني، غالبا هياخد شويه وقت لان هو غالبا هيبقى كبير شويه، لكن هيسهل علينا ان احنا نبدا نتعامل مع الريكوست بتاعنا ببساطه شديده جدا. سواء كان الديسك توب او الاكستنشن اقدر استخدم فيه الريكوستات على اللوكال هوست، لكن الويب ما ينفعش لان الويب هو حاجه ريموت، هو ما يعرفش اللوكال هوست بالنسبه له ايه، او اللوكال هوست بالنسبه للبوست مان على الويب سايت بتاعهم، اللوكال هوست هو الويب سايت نفسه اسمه ويب اللي هو اسمه السيرفر بتاعه هو اللوكال هوست. لو عملنا هنا اكستنشن جديد او مكان جديد، تعالى نقول له ساين ان،
نعمل لوجن عندي. انا اول مره اشتغل معاكم حاليا دلوقتي، اول مره اتعامل معاك فعليا. جيت بوستمان ايدنتيتي. من الحاجات برضو مهمة انك دايما اقروا الحاجات المكتوبة سواء في اليور ال او تكست، حاول ما تبقى استخدامك يبقى تعرف انت بتستخدم ايه، هم بيستخدموا ايه. حاول نفسك تقرا اكواد، يعني مثلا اكونت دوت جوجل دلوقتي ايدنتي دوت جيت بوست مان، فاقول لك انت عايز تفتحها في كود، اقول له افتحها في كود، اقول له اوبن، تيبو يخلص لودنج كده، خلص اللود بتاعه. طب دي طبعا الحاجات اللي هو كان عاملها، تعالى نعمل كوليكشن جديده ونديها اسم، نعمل يعني نيم، نسميها مثلا نود. انا محتاج اعمل ايه في النود سيشن دي؟ محتاج اعمل ريكوست جديد. الريكوست بتاعي ده تعالى نعمل دي برضه نيم هوم ريكوست. ايه الفكره عندي؟ يعني زي ما احنا قلنا في عندنا انواع كتير من الميثود، انا محتاج البوست ريكوست او بلاش الهوم، خليها الريجستر. انا محتاج اعرف له اليو ار ال، اليو ار ال بتاعنا هو عباره عن ايه؟ اتش تي تي بي لوكال هوست، مع كده البورت بتاع 3000. احنا لغايه دلوقتي ما عرفناش لسه الريكوست بتاعي، تعال نعرفه ونسميه اب مثلا بوست، قلنا يكون ايه سلاش جستر. طب في عندنا الريكوست وعندنا الريسبونس، انا اقول له هنا لوج للريكوست بودي. هنتكلم عن الريكوست بودي ده دلوقتي حالا، بس لغايه ما السيرفر يخلص انا هقول له هنا سلاش بوست سلاش ريجستر. انا اقول لكم الاول باختصار او بشكل سريع في عجاله، البوست مان ده بيتكون من البارامز اللي هي الكويري سترينج. يعني لو جيت كتبت هنا نيم والفاليو بتاعته حسن، بص كده على اليو ار ال اللي بيحصل فيه بيتغير، فدي كويري بارامز اسمها كويري بارامز. الهيدرز زي ما احنا قلنا دي مجموعه من البيانات، انا ممكن ابعتها اديشنال زياده، في عندي ستاندرد هيدرز وفي عندي ممكن ابعت هيدر زياده. من اشهر الهيدرز عندنا مثلا زي الاوثورايزيشن، ده من اشهر الهيدرز ممكن يتبعت. في عندي الكونتنت تايب، في عندي حاجات كتير الاكسبت، في عندي اليوزر ايجنت، في عندي اللغه، عندي حاجات كتير ممكن ابعتها. ميتا داتا معلومات اضافيه ما بتاثرش بشكل مباشر في الـ في الريكوست بتاعي، لكنه بيعرف الابلكيشن مجموعه من البيانات اللي هو الحاجات الايه معلومات جانبيه بس مهمه لازم تكون موجوده، بس مش هي الكور بتاع الريكوست بتاعي. لو هي في الكور بتاعي بعملها في اليو ار ال او في البارامز او في البادي بتاعي. البادي بقى دي البيانات الكتير او الزياده اللي يعني ممكن ابعتها ومحتاجه تتهندل. يعني مثلا عايز ارفع صوره، مش عارف ارفع صوره عن طريق اليو ار ال، هرجع تاني للفايل بتاعي، مش عارف ارفع صوره هنا، فمحتاج يبقى في عندي انبوت اقدر ارفع منه صوره وابعتها. عشان ارفع صوره لازم اشتغل بتايب فورم داتا. طب ممكن اشتغل حاجه تانية؟ ممكن اقول له لا ده انا ممكن عندي يبقى في عندي جيسون، ممكن ابعت له الداتا بتاعت الجيسون، زي مثلا اقول له نيم حسن، تعالى امسح الكلام ده من البرامز في ممسوح، فده عندي الريكوست بتاعي. اقول له سند، تعالى من سيف الاول، ماشي سند ان اوفر رايت، اقول له سند الريكوست، يفضل يحمل. ليه؟ لان احنا ما رجعناش ريسبونس. تعالى نيجي نبص هنا، انا بس عايز اتاكد، خلينا الاول قبل ما نعمل البادي ده عن الكنسل، انا خلينا في الفورم داتا نيم، واقول لكم برضو ليه انا بقى في الفورم داتا سند. في حاجه غلط، اتاكد بس ان احنا هنا الاول لوج ريجستر كويست كونست داتا بادي، عايز برضو اشوف كونست. تعالى نعمل لوج ليها مره ثانيه، حافظ على اللي عارف هو ليه صراحة مدي اندفاين، المفروض ان هو يكون شغال عادي. اند طيب خليني نجرب كده نقفل ده كده وعن البرامز نيم عشان نكنسل الريسبونس، الريسبونس تحت كنسل ريكوست، لو سند مرة ثانية. انا طبعا مش هيرجع حاجه لان هو ما فيش عندي داتا، فتعالى نعمل لوج للريكوست بارامز على الاقل نتاكد البارامز ثبات. انا مش عارف صراحه ان هو المشكله فيه ولا في، غالبا هحتاج ارجع تاني الاكسبريس لان بقى كتير ما استخدمتوش. هو غالبا في مشكله في ال هذا، انا بعت يعني المفروض ان الريكوست دوت لو جيت فتحته هنا
طبعا مش لاقي الريكوست. خلي بالك انا لو عملت ريكوست انا قالك كانت جيت ريكوست ميثود بتاع سلاش ريجستر، في حين انا عامل الطيب بتاعي ايه بوست، فانا عايز اخليه جيت تاني، عايز اشوف ايه اللي بيحصل فيه. انا خدت نفس اليو ار ال من هنا، في حاجه غلط بس انا بصراحه مش قادر اعرف. سلاش ريجستر نيم يسار حسن ريكوست باراميترز. طب لو رجعنا عند الهوم تاني نلوج ريكوست، اسف كويري بارامز ايه، اسف بارامز دي حاجه تانية هقول لكم عليها. ماشي كده ظبط معايا كده اشتغل تمام. ماشي نرجع تاني، تعالوا البادي حاضر. عندي بريكوست. اتفضل يا باشمهندس، حد يقول حاجه؟ اوكي خلينا ندخل على ال عايز ادخل اوريكم الجزء الخاص بالداتا راوت باثز. لسه هنتكلم على بقى الراوت باثز دي اللي احنا اتكلمنا فيها، ما فيش فيها اي حاجه خالص. ده هنا سند راندوم تكست، سند سند سند، ما فيش اي حاجه جديده عندي هنا. ده هنا هيبدا يختلف، انا ممكن اقرب ريجولار اكسبريشن، انا برضه ريجولار اكسبريشن لو بيبدا بايه مثلا او في ايه حرف الايه، لو اي حرف في ايه خلاص بقى هيدخل على الريكوست هنا. طب هنا لا ده بقول لك ده لازم ينتهي دوت اف ال واي او باتر فلاي، ولو بينتهي بالمسار دوت يبقى اخش هنا. فانا الراوت بارامز هتكلم عليها برضه دلوقتي، بس خليني الاول اشوف البادي الحاجات دي برضه هنتكلم عليها مستقبلا. ريسبونس في عندنا ريسبونس جيسون اب راوت مش عايزها برضه، اكسبريس جي اس برضه كل ده مش محتاجه لان انا مش بصدد ان انا اشرح ده كله. انا عايز اشوف الفيرجن كام عندي بتاع الاكسبريس كام؟ 4. اوكي خلينا في الفيرجن 4، انا واضح ان 5 لسه بيتا ف لسه مجهد شويه. اوكي انا عايز بس الريكوست بتاعي، عايز الريكوست بادي كونتين بيد كنترول ريكوست بادي مش عارف ايه. اوكي ايه انا محتاج بس دول الاول عشان يقدر يعملهم بارسنج، هم عشان كده ما كانش قادر يقراهم. ده عشان انا بقول له دي اليوز دي عباره عن زي ميدل وير. فكره اليوز دي من الحاجات اللي احنا قلنا عليها في السيشن اللي فات، ان انا عندي الريكوست بيبقى ماشي ازاي، المسار بتاع الريكوست يو ار ال او اليو ار ال بتاع الريكوست اللي جاي، يبقى في ريكوست داتا عندي بس بعد كده بقى في عندي ممكن ادخل ميدل وير. دي حاجات بتتنفذ قبل ما ادخل على الهاندلر بتاع ده، اسمه ريكوست هاندلر يا جماعه، ده اللي هو اخر حاجه اللي غالبا بيرجع ريسبونس. فكره الميدل وير زي ما احنا قلنا المره اللي فاتت هو الكمين، كمين بقى على الطريق اللي هو انت لازم تعدي عليه ويقول لك ان امورك تمام عشان تخليك تكمل طريقك، امورك مش تمام هيوقفك على جنب ويقول لك ارجع. ده فكره الميدل وير. فانا ممكن انفذ اكثر من ميدل وير واكمل شغل عادي، من ضمنهم ان هو يعمل بارسنج للجيسون لو جاي لي جيسون كونتنت او اليو ار ال انكودنج. هاخد السطرين دول كده كوبي واحطهم هنا. اوكي طيب تعالوا نرجع تاني هنا دي نمسحها، المفروض دلوقتي ان شاء الله تشتغل. ان البوست كمان اقفل ده مش محتاجك، و اعتقد دي نفتح الريكوست مرة تانية. ماشي هنلغي ده ونيجي نقول له الفورم انكودد نيم يساوي مثلا تيست وليكن. ايه هنا رجع لي ايرور، تعال نشوف ايه سبب الايرور ده، غالبا عشان احنا دي خليناها جيت مش بوست. نرجع مرة تانية السيرفر اشتغل، اقول هنا سند مرة تانية. هنا دلوقتي جاب لي الداتا اهي نيم تيست، لكنه برضو كالعادة لسه منتظر الريسبونس، انا لسه ما رجعتلوش حاجة. فممكن هنا اقول له ايه، رجع لي الريكوست مره ثانيه ريسبونس دوت سند، هبعت له الداتا مره ثانيه. اي هي نفس الداتا مش محت... يعني ايا كان اللي هتبعته لو انت عايز تيست ابعت الداتا في الريكوست عندك وبص عليها شوف اللي هرجع لك ايه الاوبجكت بتاعك. فايا كان اللي انت هتكتبه هيرجع لك مره ثانيه ايميل سند
نفس القصه. طب ممكن الكلام، ممكن ده تبعتها في صوره جيسون؟ ممكن ابعتها في صوره جيسون. اجي هنا ممكن اخد الاوبجكت اللي تحت كده كوبي واخليه هنا، اقول له مثلا ايه دي مثلا حاجه زي كده، اقرا برضو الداتا عادي خالص. الفورم داتا بقى غالبا غالبا هيكون الوضع فيها مختلف، سيكا اوبجكت، لان هي محتاجه ليها بارسنج خاص بيها. انا عايز بقى اشوف هل هم عملوا احترموا نفسهم وحدثوا حته الفورم داتا. فورم داتا، طيب في باكج خاصه بالفورم داتا اسمها مولتر اعتقد، اكسبريس يس فورم داتا، نتاكد كان اسمها كده صح ولا لا. اعتقد كان اسمها كده، انا بس محتاج ال انشف على طول من الام بي ام دي، غالبا محتاج نسطبها عشان تمانج الفورم داتا اللي هو الجزء الخاص برفع الفايلات او ايا كان الريكوست داتا بتاعتي موجوده فيه. طيب عشان نعمل الكلام ده واقف السيرفر، تعال نشوف هو بيقول لك ايه الانستول بتاعك سيف، يبقى هو غالبا عايزها في الديف ديبندنسي مش عارف ايه، بس انا هسطبها عادي خالص. بعد ما تسطبها كل اللي هتحتاج تعمله انك تيجي تعمل امبورت ليه، وده غالبا برضه هحتاج اعرف له تايب يارن داش دي ات تايبس سلاش مولتر. ماشي. اوكي مش محتاج كل ده، محتاج بس ان هو يوز الابلكيشن. اجي هنا امبورت داولو اب دوت يوز هنا ده هنا نون ديت ما فيش فعلات، تعال نلغي ملهاش لازمه، انا بس عايز استخدم. لا خلاص خليها احطها، صراحة مش متعمق قوي في بريس، انا بقالي فترة كبيرة ما استخدمتوش، لكن هو مورو لسه، هو انا فكرته ان هو ده بيبارس الجيسون اللي احنا بعتناه هنا، الكونتنت تايب بتاعي كان جيسون في الرو اخترنا جيسون، الفورم انكودد برضه اكسبريس بيهندله باي ديفولت. مش عارف ليه جاي على الفورم داتا واكسبريس هن جاي ما رضاش يكملها، فتعال نجرب الفورم داتا مره تانية ونقول انا مش شغال السيرفر يارن ستارت الو سند. اوكي مستر ريكويست مستني، احنا واخدين بالنا الريسبونس رجع عندي عادي خالص، واخدين بالكم شويه كان اوبجكت فاضي، فدي فكره الفورم داتا. فاحنا كده دلوقتي بقى عندنا كفر لاكتر من حاجه. المولتر هي برضو بتمانج، يعني المين ادفانتج بتاعتها انها بتمانج موضوع الفايلات الفايل ابلود، مش هتكلم برضو عنه في السيشن ده لان هو ليلته طويله، لكن الفكره كلها انا بدي لك نبذه مختصره كده ممكن ازاي تتعامل مع اكسبريس جي اس. هل في حد عنده حاجه مش واضحه في اكسبريس جي اس؟ انا دلوقتي هتكلم بشكل سريع ازاي نعمل نفس الكلام ده في فاستيفاي، نعمل فايل تاني اسمه فاستيفاي وهنجرب عليه الكلام ده كله. حد عنده اي سؤال في اكسبريس جي اس او في اللي احنا اتكلمنا فيه بشكل عام؟ هنا دلوقتي فاستيفاي بيقول لك ايه، هو بيقول لك ان هو باور لارج ايكو سيستم مش عارف ايه، فهو شايف ان هو سريع، هو بيكليم ان هو اسرع فريم ورك موجود او من اسرع الفريم وركس. ماشي اتفضل يا باشمهندس محمد. لو سمحت يا باشمهندس، بس هي حاجة بسيطة مش في اللي أنت اتكلمت فيه، واللي أنت اتكلمت فيه ما شاء الله واضح يعني تمام ما فيش مشكلة. هو بس إحنا عايزين ولو ورك فلو بسيط جدا 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 لحتة إن إحنا إزاي مثلا نستقبل داتا أو نعمل بروجكت ك يعني كحاجة صغيرة جدا على اللي إحنا عملناه ده، إزاي مثلا الهاندلر ده بيشتغل ونقدر نتحكم في الداتا جوه إزاي ونقدر نرجع الحاجة دي إزاي. بس ولو حاجة بسيطة طب ما حتى ده يعني. اللي احنا اتكلمت فيه، ما دلوقتي احنا قلنا ان الداتا بنستقبلها في الريكوست اوبجكت زي الكويري مثلا او البادي. لا أقصد بشكل منظم، يعني أنت بما إنك بتستخدم فاستيفاي ما مش هتبقى محور السيشن دي لسبب، انا محتاج انك تتعرف على الحاجه تمام. دي بس انترودكشن، تتعرف على الحاجه طيب في لو بس أنت في اتفضل أهو بس لو أنت وأنت يعني وأنت بتشرح فاستيفاي
يعني ممكن تعمل حاجة زي كده بسيطة جدا وانت بتشرح، بما ما ان فيش احنا مشكلة، تمام ممكن نعملها. تمام ماشي آه، في بس حتة أنا ما عملتهاش أو ما كلمتكمش عليها. طب لو أنا عندي مثلا ريلود زي اليوزرز سلاش واحد أو يوزرز سلاش اتنين، عايز أمسك الأي دي دوت، فهو هعمله إزاي؟ أقول له أب دوت جيت سلاش يوزرز بعد كده سلاش كولون أي دي. ده أنا بقول له لا، ده أنت برضه نقطة تانية، ده يا جماعة اسمه راوت أو باث. كل واحدة بتبدأ من أول سلاش دي اسمها سيجمنت. سيجمنت سوري سيجمنت كل واحدة من دي اسمها سيجمنت دي أو دي أيا كانت القيمة، يعني أباوت أو مثلا بيجز سلاش أباوت أس، ده سيجمنت. ده سيجمنت لو أنا عندي راوت بالمنظر ده، فده الراوت عندي ده ستاتيك. الراوت عندي بالمنظر ده يعني القيمة دي عمالة تتغير، فده دايناميك. فعشان أخليه دايناميك بعرف له كولون بعد كده الكلمه، الكلمه دي اقدر اخليها اي حاجه، ان شاء الله اخليها بورعي، مش هقول لك لا. بعد كده بقول له هنا بقى ايه في الريكوست بتاعي عشان اقدر استقبل الفاليو دي، هقول له تمام كده كونست اي دي هستخدمه. احنا اتكلمنا على الريكوست بادي واتكلمنا على الريكوست كويري، فاضل لنا تيك الريكوست بارامز. اقدر اخده بقى الاوبجكت بتاعي بيخزن فيه اي حاجه في البارامز اي دي، اي حاجه انا كاتبها هنا. طب لو مثلا في عندي سلاش يوزر نيم، فممكن انا اقول له كونست يوزر نيم يساوي ريكويست بارامز دوت يوزر نيم. دي الفكره عندي ببساطه شديده جدا. هاجي اقول له اعمل كونسول او من غير كونسول، اقول له ريسبونس، تعال نجرب نرجع ريسبونس الكلام ده دوت سنت. انا هرجع لنا البعت لي تاني اي دي واليوزر نيم. طيب تعالى نتست الكلام ده على بوستمان. انا عايز اعمل دبليكيت للريكوست ده، نخليه مثلا rename get user. ان احنا قلنا سلاش يوزر سلاش واحد مثلا سلاش حسن، ده بوست جيت ريكوست. انا اتاكد السيرفر شغال تمام. سيف سند ريسبونس تحت، رجع لي البيانات بتاعتي. خلي بالكم دايما ان البيانات اللي بتيجي سواء كانت في الريكوست بادي او ريكوست بارامز او ريكوست كويري، الثلاثه دول دايما الداتا بتيجي سترينج. يعني لو الراوت فيه ارقام زي ده هيبقى برضو عندي عباره عن سترينج. لو مثلا كلمه ترو فتقول لي عباره عن سترينج، متخزنه كسترينج مش كبوليان فاليو زي ما انتم شايفين. فخلي بالكم من الحاجات دي. بس كده، دي اعتقد الحاجات الاساسيه اللي انت محتاج تبقى عارفها. انا بص بقى على عم فاتسفاي ده، انا بس ايه الفكره منه؟ ان انا اوريكم ان هما الاثنين شبه بعض جدا في تشتغل بيه حتى من غير ما تسطبه. يعني تعال بص كده الاستخدام فاتسفاي اهو، امبورت منه بعد كده تعمل اوبجكت منه. تعال بص كده على اكسبريس اهو، امبورت بعد كده اعمل اوبجكت منه. هنا ده عشان اربع اوبشنز. الشكل ده مش بيفكركم بحاجه؟ اهو انا ممكن ارجع اوبجكت الفني، ممكن ارجع ريسبونس على طول، او ممكن ارجعه عن طريق الريبلاي. هو مسميه ريبلاي او ريسبونس دي او دي. وهنا نفس القصه ليسن، بس الفرق ان هو محطوط جوه اوبجكت. هنا عامل اويت يعني شغال ببروميس، هنا هو شغال كول باك لما يخلص طلع لي ديت، فده كول باك، ده انا شغال ببروميس. ده الفرق ما بين الاثنين بشكل مختصر جدا 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 لما تيجي تشتغل بيه. هنا دلوقتي لو انت عايز بقى تدخل بحاجه معمق اعمق اكتر بكتير، ودي مش موجوده في اكسبريس صراحه، من الحاجات الحلوه فيه واللي انا ما بستخدمهاش بالمناسبه، بس من الحاجات الحلوه فيه يعني بقول لك السكيما بتاعتك هتبقى ماشيه ازاي. كويري سترينج عباره عن اوبجكت، ايه البروبرتيز اللي جواها؟ النيم تايب بتاعه سترينج، وايه الحاجات اللي عندي الريكوايرد النيم. يعني لو النيم ما بعتش هو اصلا مش هيدخل على الهاندلر بتاعك. احنا قلنا ان ده ريكوست باث، ده الهاندلر. ممكن يا جماعه برضو اعمل الهاندلر بالمنظر ده، ممكن اجي هنا اقول له جيت يوزر، تعمل فايل كده جيت داش يوزر جيت يوزر دوت تي اس بورت فانكشن جيت يوزر بيست. تعمل امسح الاقواس دي، في بس عندنا قوس هنا ناقص
اكسبورت فانكشن جيت يوزر، في برضه ناقوس زياده اسمه اكسبريس ريكويست، هنا ده اكسبريس اوت ريسبونس. عايز اتاكد بس هو المسميات دي صحيحه ولا انا بكتب اي كلام. ده ريسبونس، ده ريكويست، غالبا انا بكتب اي كلام. هو مش حاجات بكتب اي كلام، هو مش معمول له امبورت بس مش اكتر. امبورت ممكن اقول له على طول طيب response from express، ممكن امزح الكلام ده كله على طول بس كده. نيجي هنا نعمل امبورت ليها. انا بوريكم ان انا ممكن استخدم شكل تاني للريكوست بتاعي. نرجع تاني للبوستمان، انا عايز الجيت يوزر، اقول له سند، نفس النتيجه مش اي اختلاف. فانت دلوقتي بقى السؤال، النتيجه تشتغل بشكل عملي، بتشتغل ازاي؟ بتشتغل كده ولا كده؟ طبعا كده، طبعا ودايما كده. ليه؟ لان انت المفروض يبقى عندك شغلك ماشي بالكونسبت اللي انا هوريه لك ده. اب جيت سلاش جيت هوم اب دوت بوست سلاش ريجستر كرييت اكونت اب دوت بوست بوست سلاش لوجن لوجن هكذا. طيب احنا قلنا ان اليوز دي عباره عن ايه؟ دي عباره عن ميدل وير. ايه فكره الميدل وير؟ تعال نكريت ميدل وير هنا، نقول له اد دوت يوز حضرتك دلوقتي كل حاجه باستفاضه. اد دوت يوز بتستقبل الريكوست وريسبونس وفانكشن النكست. ايه الفكره؟ انا دلوقتي نفترض مثلا ان انا عايز اقول له كونسول دوت لوج ريكوست دوت باس، فكده اقول له نكست كمل عادي. كل كده حد يا جماعه بتبقى كول باك لليوز، هرجع تاني هنا للريكوست بتاع الجيت يوزر سند. تعال نبص هنا، هو دخل على المسار ده. ممكن اوريكم مثال طبعا وده مش صح، اقول له لو request dot path dot starts with slash users and not request dot params dot id يساوي فأسن واحد، دي ممكن اخليها تبقى number او لا يساوي واحد. اقول له هنا response. طب ايه اللي انا كاتبه ده؟ الريكوست بتاعي دي خالص وريسبونس وعندي النكست. انا دلوقتي عايز اعمل اوبريشن، ده ميدل وير، ده اسمه ميدل وير. ميدل وير، الميدل وير بيستقبل الريكوست والريسبونس والنكست. ايه فكره النكست؟ انا اقول له كمل خلاص. يعني امتى استخدم النكست؟ لو انا عندي الفاليديشن او ايا كان اللي انا عايز اعمله مش محتاج ان انا اوقف فيه الريكوست، هاخد الريكوست اخد منه البيان. فانا بقول له الريكوست بتاعي بيبدا بسلاش يوزر والاي دي الموجود في البارامز، احنا قلنا البارامز اللي هي دي اللي هو انا تقريبا مسحته. اوكي تعال نعرفه مره ثانيه، اب دوت جيت سلاش يوزرز سلاش اي دي سلاش يوزر نيم جيت يوزر. لو البارام عندي بتاع الاي دي دوت، احنا قلنا ده اللي هو الكويري ريكوست بارامز، لو الاي دي ده مش بيساوي واحد لا هقول له ارجع. وانت عن الكلام الحته دي دلوقتي، بعد كده اقول له سند. ايه الحته دي اصلا؟ اي ريسبونس عندي بيرجع بيبقى فيه مجموعه من البيانات. ايه المجموعه البيانات اللي عندي؟ تعال بص عليها. ده الريكوست القديمه لسه ما رجعتوش. اول حاجه ده غالبا ده الريكوست، ده اسمه الريسبونس بادي. زي ما احنا عندنا ريكوست بادي زي ما بعتناه هنا، ده اسمه ريكوست بادي اللي كنا عاملينه هنا. تعالى نفتح الريكوست بتاع لكم مفتوح، ماشي ده ريكوست بادي. تعالى نعمل سند، ده ريسبونس بادي. اي واحد من دول ده اسمه ريكوست بادي. رمز ده اليو ار ال، الاوثرايزيشن دي حاجه مختصره للهيدرز. الريسبونس بقى عندي بيبقى فيه بادي وفي هيدرز زيه زي ريكوست. الكوكيز برضو دي جزء من الهيدرز اللي بترجع، وفي حاجه اسمها ستيتس كود، دي مجموعه من الاكواد. ده الكود بتاع الستيتس عندي 200
او في باقه ال 200 يعني 200 201 202، فمعناه كده ان الريسبونس ده هيرجع لك فاليد، الدنيا تمام عندي انا كباك اند ابلكيشن والدنيا تمام. لو ريكوست الريسبونس اللي رجع بتاعه الاستاتس كود 300، فمعناه اقول له لا ده انا عايز اعمل ريدايركت، ان الريكوست عندي ما بقاش شغال بالمنظر ده، خش على ريكوست جديد او راوت جديد. يعني مثلا كان الريكوست الاول كان كده سلاش يوزرز سلاش الاي دي سلاش يوزر نيم، فجي قال لك لا ده الريكوست دوت المفروض يبقى الجديد بتاعه كده سلاش يوزرز سلاش اي دي بس. فانا في الريكوست ده هقول له لا يعني هعمل لك ريدايركت 301 او 302، بعد كده اروح على الراوت ده، فاليوزر بعد كده لما يجي يدخل على المسار ده هيوديه على المسار ده، انا عايز اغير المسارات بتاعتي. طب عندي ايه كمان؟ عندي 404، اي رقم من 400 ده معناه انت بعت للريكوست بياناتك فيه مش سالكه. 404 ده اشهر ريسبونس ستيتس كود، معناه النوت فاوند اللي انت طالبه ده مش موجود عندي، مش موجود عندك انا كباك اند. 400 انت بعت لي بيانات بس مش سليمه، يعني مثلا الايميل مش فاليد، الاسم ريكوايرد بس انت ما بعتوليش، وهكذا. كل رقم بيريبريزنت عندي حاجه. 422 اعتقد ده اللي هو ان اوثورايزد او حاجه زي كده. فانت كل ستاتس كود بيبقى ليها ريبريزنتيشن عندنا. لو مجموعه الارقام 500، يعني لو 500 السيرفر ده معناه السيرفر ايرور، معناه يبقى غالبا في عندك حاجه في الباك اند، انت كاتب كود غلط، حاجه مش مظبوطه او هكذا. اعتقد دي ممكن نعملها ازاي. ثانيه هوريكم حته 500 دي غالبا هتظبط معاك. دوت اف دوت اوكي مفروض عندي ان هو يضرب عندي في الريكوست هنا سند، بص هنا ضرب عندي، تعال نشوف الريسبونس هيرجع ولا لا. رجع 500 انترنال سيرفر ايرور. ليه؟ لان انا في عندي حاجه حصلت ضربت، اتضرب عندي وده يقول لك ايه الايرور. فده الاستاتس اللي بيرجع لو انا عندي مشكله في الريسبونس او في الكود البرمجي بتاعي. انا في الغالب بيكون خاص بالسيرفر او الابلكيشن. 503 ده اللي هو الباد ريكوست او الريكوست السيرفرز ان افيلبل او حاجه زي كده، انت اصلا بتقول الابلكيشن مش شغال مثلا، فلو دخلت عليه يقول لك انا افيلبل مش هقدر اشغله لك، السيرفر نفسه مش قادر يقوم. فدي فكره الريسبونس ستاتس كود، من الحاجات المهمه جدا انت كحد فرونت اند لازم تبقى عارفها، وانت حد كباك اند لازم تحترمها. التايم ده الريسبونس تايم، السايز ده حجم الريكوست اللي راجع بتاعي، بيبقى عباره عن حاجتين البادي بتاعي والهيدرز اللي راجع عندي. لكن مبدئيا بحاجه زي كده، في عندي ريكوست مضغوط الريسبونس بتاعه بيبقى السايز بتاعه مضغوط، وبيبقى فيه بيبقى عادي الاكشوال سايز، دي هنتكلم عليها مستقبلا ان شاء الله. احنا عندنا تاني ريسبونس، عندنا البادي ده اللي هو الكونتنت اللي انا برجعه كباك اند او كابلكيشن، الهيدرز دي مجموعه من الحاجات اللي انا مثلا بعرفها له زي اكس باورد باي، ده اكس بريس مثلا بعرفه باي ديفولت، الكونتنت تايب مثلا ده الكونتنت لينث او قد ايه اصلا في الحجم ده ان بايتس قد ايه، الديت الريسبونس ده راجع امتى بالظبط، وهكذا. كل هيدر بيبقى راجع ليه حاجه خاصه بيه. ممكن انا ارجع هيدر خاص بيه، يعني مثلا ممكن اقول له هنا ريسبونس دوت سيت هيدر ويلكم ويلكم تو اكسبريس. انا هنشغل الريكوست ده مره ثانيه بتاع الجيت يوزر، اقول له سند. تعالى نبص على انزل يا استاذ انت تحت، اطلع انت فوق، بص هنا اهو ده الريكوست او الهيدر اللي انا حطيته. فانا اقدر اتحكم في ايه الهيدرز ممكن احطه، ممكن اعمل اوفر رايد على الحاجات دي كمان بالمناسبه، ممكن امسحها او اعدلها اللي انا عايزه. فدي حاجه بتبقى ديفولت ال اتش تي بي سيرفر فريم ورك هو بيحطها لك وانت بتبدا تعدل عليها. فتاني عندنا الريسبونس الاجزاء بتاعته البادي الهيدرز، الكوكيز جزء من الهيدرز بس مش هتكلم عنها دلوقتي هي والستيشنز، والستيتس كود والتايم بتاع الريسبونس والسايز بتاعه. دي الحاجات الاساسيه انت محتاج تبقى عينك عليها لما تيجي تمانج الريسبونس بتاعك. الريكوست برضه سريعا يعني ايه الاجزاء الاساسيه فيه، ريكوست بارامز لو موجوده في اليو ار ال ريكوست كويري بارامز اللي بتبقى من بعد علامه الاستفهام، ده ريكوست يو ار ال دي اسمها ريكوست بارامز، كل سيكشن من دي ده اسمه ريكوست بارام. البادي ده الكونتنت اللي انا ببعته في البوست او بوت، يعني اي ريكوست معانا الجيت ببعت فيه الكونتنت بتاعي، وعندي الهيدرز
ببعتها كمان معايا. اتمنى يعني نكون عملنا فول ريكاب او مراجعه سريعه النود اصلا انت ما تيجي تتعامل معاه ماشي ازاي. انت من اول الخطوه ديت بنسبه 80 90% بقت مهيئ انك ممكن تبدا تبيلد ابلكيشن. طبعا لسه في حاجات كتير جدا ما اتكلمناش عليها زي الفاليديشن، زي الكونكشن على الداتابيز، زي الكاشنج، زي الجروبنج للراوت والميدل وير طبعا باستفاضه، حاجات كتير قوي ما اتكلمناش عليها، بس ده الاساس. لو مش فاهم ده هتعاني في اللي بعده. فسؤالي هنا، هل في حد مش فاهم اي حاجه من اللي احنا اتكلمنا عليها النهارده او مش مجمع هنقول ايه؟ اتفضل. معلش يا ريس، بس سؤال بسيط بالنسبة معاك. لجزئية الهيدرز. لو أنا كحد فرونت إند أو حد مثلا فرونت إند بعت لي هيدرز، زي أنا هنا بستقبل الهيدرز دي إزاي؟ مش إن أنا بحط هيدرز، لا، ده أنا بستقبل الهيدرز دي إزاي وعلى أساسها بدي له فاليو معينة. لو انت شغال مثلا حاجه زي الاكسس هو بيرجع لك اوبجكت اسمه ريسبونس، بيبقى فيه غالبا كيس اسمه داتا، ده اللي بيبقى شايل الريسبونس بودي. طب انا عايز الهيدرز اللي بعتت لي في الريكوست دوت، في الريسبونس بتاع الريكوست دوت، هتلاقي في عندك كي تاني اسمه ريسبونس هيدرز. فالاوبجكت بتاع الهيدرز ده هيرجع لك فيه كل الحاجات اللي كانت موجوده في البوست مان اللي احنا كنا لسه فاتحينها من شويه دي. تمام، ده ملوش اي علاقه بالداتا بتاعت الريكوست، يعني دي حاجه او اديشنال انفورميشن انا على اساسها ممكن اعمل حاجه معينه. لا انا قلت ما لكش علاقه بالريكوست ده، مين اللي بيرجعه؟ السيرفر الباك اند بيبعت لك البادي زي ما انت بتبعت في الريكوست. مش انت بتبعت مثلا اوثورايزيشن هيدر او بتبعت هيدر للغه او تبعت هيدر ايا كان، ده بالظبط انت بتبعته انت ككلاينت. ما هو بالظبط. الكلاينت سايد والسيرفر سايد الاثنين بيبعتوا هيدرز ويستقبلوا هيدرز، وبيبعتوا تمام، بادي ويستقبلوا بادي. بستقبله برضه. فاللي انت بتحدده في انت ككلاينت اي حاجه تبعتها في الباك اند هيستقبلها في اوبجكت الريكوست، واي حاجه الباك اند هيبعتها للكلاينت اللي هو البراوزر مثلا هيبعتها عن طريق الاوبجكت بتاع الريسبونس. ده اللي انا برجعه لك. تمام، وضحت؟ واضحة. تمام، ماشي. هل في حد عنده سؤال يا شباب في اي حاجه من احنا اتكلمنا فيها دلوقتي او النهارده؟ ماشي. ان شاء الله ان كان في العمر البقيه يعني هنعمل السيشن الجايه بقى نبدا ندخل في التقيل شوية، نبدأ نتعمق أكتر، وغالبا هنبدأ نعمل introduction ل for loop. ده نود جي اس فريم ورك ده أنا عامله، وأنا حاليا تقريبا شغال بيه في حوالي 6 أو 7 مشاريع. هيسهل الدنيا جدا عليكم تبقى شغال، وكمان هو الحاجات الفاست برودكشن، عايز تنجز حاجة بسرعة ما تطولش في إنك تقعد تعمل إعدادات كتير ليها، فهتلاقي الدنيا فيه سموذي جدا وسلسه بشكل لا تتخيلوه. خصوصا هو في حاجات هتساعدكم في الاكستنشن بتاع جنريتور زي، في حاجات دي هتساعدكم جدا. هو فين هنتكلم عليها؟ مثلا زي الموديول، الاوتبوت، الريبوزيتوري ديزاين باترن، ريكوست هاندلر، والفاليديشن، والريست فور كلاس. هذه كلها هنتكلم عليها ان شاء الله ان شاء الله في السيشن الجايه، واللي هي غالبا هتكون اول سيشن في الباك اند بتاعه المطعم بتاع البروجكت اللي احنا عاملينه بالرياكت، نبدا نشتغل عليه بال باك اند اي بي اي بتاعته. اتمنى يا شباب تكونوا ان شاء الله استفدتوا. قبل ما نقفل، هل في حد عنده اي استفسار سواء في اللي احنا اتكلمنا فيه او بشكل عام، اي اسئله عموما، ولا الدنيا بالنسبه لكم تمام؟ اوكي، معنى هذا الصمت ان ان شاء الله اموركم طيبه، وشكرا جدا ليكم لحسن استماعكم، ونشوفكم على خير ان شاء الله في سيشن جديده تستفادوا منها برضو باذن الله. واتمنى ان انتم تشوفوا السيشن الاولى بتاعت النود جي اس، هتبقى موجوده على لينكد ان او على ديسكورد او على اليوتيوب، طبعا كده كده متسجل على اليوتيوب، هتفيدكم بشكل كبير باذن الله. نشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.